اللهم إنا نعوذ بك بنور قدسك وبعظمة طهارتك وببركة جلالك، نعوذ بك من كل شر ومن كل سوء، نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا بخير، نعوذ بك من شر أصاب الناس يلج في الأجساد كالوسواس ويصيب البشر بالأنفاس، فاصرف عنا بقوتك وعظمتك ما أخاف الناس، ففرق جمعهم وسرق أمنهم وحرمهم الصلاة في المساجد، وأذن المؤذن ألا صلوا في بيوتكم، فأبكانا وأوجعنا، فيا عالم الخفايا أنت أعلم بحالنا، اللهم تولنا، اللهم ارحمنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عمن سواك، وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم.